في القائم الثاني. المتابعة من حشود براسي، أوه المتابعة، وكاد هذه الكرة اللي فلتت من الحارس الرحماني، كاد هم يدركون صعوبة المهمة وتسديدة قوية رغم أن سوء تفاهم في المرة الأولى بين اللاعبين، إلا أن التسديدة كانت قوية وبصعوبة صدها شوشي. 11 من المرحلة الأولى منفذة مرفوعة في القائم الثاني، كرة ضايعة من شوشي يلحق عليها سيلا وضاعت في الأخير. نشاهد الإعادة، كرة مرفوعة في القائم الثاني لم يتمكن منها الحارس شوشي، تبقى الخطورة وشوشي مرة أخرى في الوقت اللي كنا نشاهد الإعادة. شوشي يعاني أمام الحملات المتكررة لهجوم شباب قسنطينة. كرة مرفوعة رأسية، كاد المدافع يباغ حارسه لولا أن الكرة مرت من بالدبكة، هو الذي ضرب الكرة آخر من لمس الكرة، والمدافع بالدبكة هو اللي لمس الكرة يبدو لي، والكرة خرجت إلى الركنية. راح تكون مرفوعة في القائم الثاني لا في الوسط، الرأسية وتصطدم بالدفاع مرة أخرى، والدفاع إبعاد سيء للكرة وارتباك على مستوى دفاع شباب قسنطينة والركنية الثانية على التوالي لمولودية الجزائر. ثم الانطلاقة من بالخير، ينطلق بالخير، ينتظر بالخير، راح يسدد ممتازة وروعة سريعة جدا اللقطة هذه لشباب قسنطينة، العرضية موجودة ناحية سيسي، ثم تسديدة قوية تبقى لمساحة شباب قسنطينة، وشوشي روعة، شوشي ينقذ فريقه من هدف محقق ومن تسديدة من بزاز كان في وضعية جيدة، ورحمن الحارس يتأسف على تألق زميله من جان مولودية العاصمة. ربيح تعاود ترجع مرة أخرى لبالخير، بالخير يسد تسديدة قوية والحارس ممتاز شوشي. مع تغيير ثاني في تشكيلة فريق مولودية شباب قسنطينة، خروج خدير المصاب ودخول رقم 9 عبيد محمد الأمين، ينهض ويعود إلى أرضية الميدان لاستئناف لاعب منفذة، عليه لحق عليها اللاعب، يلحق عليها بالفعل، يلحق عليها، مرفوعة في القائم الثاني ناحية منه الهدف، والهدف الأول لشباب قسنطينة في القائم الثاني من عبيد، من اللاعب البديل عبيد، هو الذي كان في المتابعة من كرة عرضية، عبيد في القائم الثاني يستغل الوضعية الجيدة له. نشوف الآن الربيح هو الذي هي هذه الكرة العرضية في القائم الثاني، وعبيد في المتابعة، ارتقاء جيد رغم المضايقة من المدافع بدبودة، إلى أن عبيد تمكن من فتح مجال التهديف ويوقع الهدف في المباراة، وشباب قسنطينة فالكافية ولحظة تركيز من هذا اللاعب حشود وتسديدته القوية، بابا 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 با. خادت باغت الحارس الرحماني قال مولودية الجن. شوف الآن حول مسار الكرة، وهنا الحارس في اللحظات الأخيرة، كرة مرفوعة في القائم الثاني، هل يلحق عليها اللاعب؟ وفوق الإطار